عسلامة ومرحبا بكم في نصيحة جديدة من كونسي إكسبير سوزوكي. معكم أسامة بن عبد الله ريسبونسابل تكنيك إي غارونتي في كابرو سوزوكي. في نصيحة اليوم باش نحكي لكم على الكليماتيزاسيون تاع الكهرباء. نعرفوا اللي التونسي في الصيف يستعمل برشا الكليماتيزور، دونك في الحالة هذه لازمكم تزوروا خبراءنا في سوزوكي باش نقوموا ان كونترول على الفيلت الكليماتيزور ونعملوا اللازم. نصيحتنا اليوم وفات، باش تعرفوا اكثر معلومات علينا تابعونا على الفيسبوك، انستغرام، لينكدين ويوتيوب.